الديكور المنزلي كيتجدد باستمرار، وكنبغيو دائما نضيفو لمسه خاصه وفنيه للبيت، واصبح الاهتمام بالاشياء التقليديه من العناصر الاساسيه في تجديد الديكور العصري. لذلك كنلقاو بان الزربيه البربريه او الامازيغيه بدات كترجع للواجهه. اجيو نتعرفوا على الاشكال الموجوده واللي كتختلف الخاصيه ديالها على حسب كل منطقه. من بين الانواع ديال الزرابيل البربريه بالخصوص، كاينه الزربيه مثلا في الشمال كتسمى الزربيه الورينيه، هي واحد الزربيه فيها رموز وفيها اشكال هندسيه، والالوان ديالها كتكون دائما على الارضيه بيضاء، صوف حره وطبيعيه. الرسومات كتكون باللون الرمادي او باللون الطبيعي ديال الخروف. كاين المنطقه اخرى ديال الاطلس المتوسط اللي هي الزربيه الزموريه، في الغالب في اللون الاحمر، والرسومات ديالها على شكل هندسي، فيها مثلا بزاف ديال الالوان اللي هو الاخضر اللي هو الازرق اللي هو الاحمر اللي هو الابيض. وكاين بالموازاه مع الزربيه الزموريه كاين الحنبل الزموري حتى هو، انما الحنبل مخدوم بطريقه ماشي بحال ماشي العقده، يعني مخدوم بطريقه ديال النسيج، وتا هو فيه الرسومات ديالو اللي هي على شكل تتكون رقيقه شيئا ما، يعني كتصعب انك تشوف هذاك الرسومات اللي فيها. بالاضافه لهذه الانواع هناك اشكال اخرى بحال الزربيه الزيانيه اللي معروفه بالبريق ديالها، وغيرها من لي طابي اللي كتعتمد في النسيج ديالها على بعض المواد الطبيعيه واللي غادي يقدمها لنا السيد زكريا. كاينه الزربيه ديال الاطلس الكبير اللي هي كتسمى الزربيه ديال تازناخت. الزربيه حتى هي عندها الوان ديالها خاصه بها، في الغالب كيكون الازرق كيكون الاسود كيكون عده الوان، وبقى حتى الان الالوان ديالها كتصوب بالطريقه التقليديه اللي هو الزعفران اللي هو الحنة اللي هو النباتات، يعني منهم لانديغو منهم لاكارونت. اغلبيه هاد الزرابي كيتم نسجها من طرف نساء اللي كيحاولوا يعبروا على كل ما كيحسوا به وكيترجموا في قطعه فنيه. اليوم معنا سميه ميكو، مبدعه اللي حاولت تضيف على الزربيه بعض التقنيات الجديده والخاصه بها. جوج طرق اللي تنخدم بها الزربيه، كاينه طريقه اللي هي طريقه ديال الزربيه المنسوجه، وكاين الطريقه ديال الزربيه المعقوده. الزربيه المعقوده تخدمت في المغرب ديما بالعقاد تيقطعوهم، دونك العقاد تيكونوا قصار. التغيير اللي انا دخلت سيكو داك العقاد تيكونوا مصوبين بالموير، مصوبين بواحد الصوفه مشعره، ولا العقاد تيكونوا طوال، ولا تيكونوا بالجل، تيكونوا بالرافيا. تندخل واحد التغيير حتى هو اللي جديد، تندخل حصيره في الزربيه، دونك كتعطي واحد المنتوج اللي هو منتوج جديد، اللي هو زربيه نصها زربيه نصها حصيره، وعندها واحد الجماليه اللي هي جديده. وإلا بغيتو تعرفوا أكثر على كيفية صناعة الزربية البربرية وعلى المراحل اللي كتمر منها، تبعوا معنا. المرحلة الأولى هي لا ريشيرش دي ماتيير، لا ريشيرش دي كولور. دونك كتدير واحد اللوحة اللي هي فيها لانسبيراسيون، كيفاش منين جابت هذيك لانسبيراسيون، وشنو هما الطريقة باش كتعبر على ديك لانسبيراسيون. دونك كاينة لا بلانش ماتيير، لي ماتيير هما الخيوط باش غتنج، والالوان اللي غتختار باش تصوب الزربيه ديالها. المرحله الثانيه هي لي شانتيوناج، دونك تدير شانتيون كتنسجو سوغ لو ميتي، كتصوبو في المنسج. من بعد المرحله الثالثه هي كتبدا كتنسج، وكتبدا كتعبر على دوك الافكار اللي حطات في لي شانتيون، كيفاش كتدخلهم في المنتوج. الآونة الأخيرة هناك اجتهاد أكثر من طرف بعض الصناع التقليديين والديزاينر اللي ضافوا لمسة عصرية لهذا لي طابي، واللي كتجلى في إدخال بعض المواد الجديدة اللي كيتم دمجها مثلا مع الصوفة. المواد اللي كنستعمل في إبداع ديال هاد الزرابي ما عندهاش حد، في ما تنكلي ندخل مواد جديدة تندخلها، ومواد بحال الجلد بحال الكاغيط بحال البلاستيك بحال هاد الزربيه هادي مصوبه بالجلد، ولكن الصفه ديالها مخوده من الحصيره، عندها واحد صفه الحصيره وهي بالجلد.
ميزة هذه الزربية التقليدية الأمازيغية بصفة عامة هو أننا يمكننا نوضعهم في أي فضاء داخل المنزل، سواء كان عصري أو تقليدي.